اول حاجه انا هتكلم عن حقبه ونوع المدارس اللي انا احتكيت بيه. اخواتنا الكيس اور سلاب يمتنعوا شويه يركنوا هاجيلهم بس افهم ايه اللي حصل, يعني افهم ايه اللي بيحصل معاهم واجيلهم, يعني خليني في الناس اللي احتكيت معاهم. اصلا مش كاره لكم النعمه والله, يعني انا مش كاره النعمه لاي حد من الشباب الجميله الكيس اور سلاب دول, بس انت دلوقتي لو مصروفك بالدولار بتتعلم ليه؟ يعني هات لي اللي لما تكبر هيقبضك. انا واخد مصروفي بالدولار, هتقبضني كام؟ ومدرسه فيها بسين, ايه دي بسين مدرسه ليه وانا بشتغل برجر؟ المدرسه فيها بسين دي ليه؟ ليه بسين في المدرسه؟ لا احنا مدرستنا كان فيها بسين. انا ضد المدرسه فيها بسين. المهم ان انا هوعدكم كده كده هسال ناس يعني عن موضوع المدارس اللي هي النظيفه دي واعرف. انا ما اعرفش. اول حاجه المدرسه في مصر اوسخ من الغابه والله العظيم. المدرسه في مصر زي البارفو كده بالنسبه للكلاب, لو طلعت منه هتنجو من اي حاجه. اصل انت بتتعرض لقدر تنمر غير طبيعي, وانت لازم عشان تعيش في المدرسه تبقى عادي, ما بقاش في حاجه مميزه. يعني لازم تكون عادي, لا شعرك طويل ولا شعرك قصير ولا تخين ولا رفيع ولا 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 بتعرف تلعب كوره. ما ينفعش تبقى ناجح, ما ينفعش تبقى طويل, ما ينفعش تبقى قصير. لازم تعمل كده, لازم تبقى استنبط بتاعت الموطن العادي اللي هي احب اسميها الخالد عليش سيندروم. خالد عليش شكل مصري ماشي, اللي هو تاني, اللي هو الانسان التاني. يعني تاني اصدار بعد الانسان الاول. الانسان الاول كان وجابوك ده الانسان التاني اللي هو العادي جدا, نفس مصري جدا. تحيه لخالد عليش. المهم يعني ما ينفعش تبقى توأم مثلا, ما ينفعش تبقى بالغ بدري, ما ينفعش تبقى بالغ متأخر, ما ينفعش عندك أخت أصلا في مدرسة بنت الوسخة دي, ما ينفعش عندك أخت. هتسمع حاجات مش كويسة. توأم برضه أنا كان ليا التوأم, كنت بعمله يعني كان عندي اتنين أصدقاء توأم كنت بسميهم كيخ وكوخ, كانوا بيلعبوا كورة كنت بسميهم توأم شوقي, يعني حسب عدلتهم إيه النهاردة.